هسه قاعد الصباح بخير كثيرين عرقان فازك عاود ثاني الخمسة العشية خرج نضرب نابش رياحيت على شي سيريات باقي شي سيريات عاد نمشي عاود ثاني نجري للدار الخمسة ديال الصباح نط راه ديجا بارطاجيت معاكم الفيديو ديال اليوم نلت مع الخمسة الصباح يوميا الخمسة كي كتر اخويا السمو كتنوض مع الخمسة الصباح وكيفاش شحال من ساعة كتنعس كي كندير نوض مع الخمسة الصباح ما جيتش وزيد كنوض مع الخمسة الصباح اللي متابعيني كنت كنوض مع التسعود من بعد رديت حتى الثمانية من بعد رديت حتى السبعة من بعد رديت حتى الستة الصباح ودابا يلاه تزنا الخمسة كلشي دقة ما ننصحكش تكون كتنوض حتى الثلاثة العشية ولا الثلاثة تنوض مع الخمسة كلشي كيجي في هاد الحياة دقة دقة وشونجمون اللي ما كتحسش بها هو اللي كيجي دقة دقة يعني كتنوض مع الوحدة العشية ونوض مع 12 من وراها 11 من وراها 10 الصباح من وراها 9 الصباح دقة دقة حتى توصل للخمسة ان شاء الله شحال من ساعة كتنعس هاد السؤال هذا غير مهم بتاتا فنعس 4 السوايع وكنوض فرحان وكنتسناري متى نوض واش عندك علاش تنوض هذا هو اللي مهم على حقيقتاش خاص يكون عندك شي حاجة علاش كتنوض انا موتيفي لنعس 4 السوايع كنوض فرحان 5 مزيان 6 بيرفكت 6 الجنة والله حتى الجنة وكما كنشارك معكم حتى الجانب المظلم ديما بعض المرات تقدر نعس يومين ثلاث ايام واحد النهار كنتسنى البيزنس مانجر فيسبوك بيزنس مانجر فيه لي كونت ديال الفيسبوك كامل لا تتوعد ولا جوج ماشي مشكل تسد البيزنس مانجر فاك مشيت نعس اصاحبي نشيت ولكن في الاخر النعاس ما جبت والو صافي دازت يومين ثلاث ايام نتجمعت راسي وعاود تعاوتاني فهمتي عاودنا كلشي على زيرو ماشي مشكل الحياه ما كتساليش خصك تحرك ما تبقاش تقول كنا وكنا 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 خصك تنوض تحرك معنا بالتالي شحال كتنعس من ساعه ماشي مهم مالك انت موتيفي اقوم بعد بعض السوايع فرحان ما كنتش موتيفي راه كتنعس 20 ساعه وكتنوض غير عيان ومدكدك ومسالي ومقاد ونزيدك عاوتاني 24 ساعه اخرى و 20 ساعه اخرى ديال النعاس عاد تنوض مقاد عليها كنقول المايند سيت مهمه لان المايند سيت هي اللي كتخليك تلعب بهذا هذا هو كلشي الا كان هذا ناشط غادي تنوض بالزربه كان هذا كافر ما غادي دير حتى شي حاجه وملي كندوي على المايند سيت المايند سيت المايند سيت هو كيفاش تخلي هذا في البيك ستيج لا تبقى فرحان لا تخليك غادي كتفاعل وكاين حتى واحد الحاجه مهمه في حياتي كتعطيني بزاف ديال الانرجي اللي هي نتوما غادي تكون عارف هادشي اللي فغيمون كاين كاين بزاف ديال الدراري منكم داكشي اللي كيبارطاجيو معايا وكنشوف فغيمون الويب كيتحرك الدراري ديال المغرب كيزيدوا لقدام فغيمون واحد الانرجي خطيره بعض المرات ما كيجينيش الناس كيبانوا لك الدراري ولاو كيديروا دي ريزولتا زوينين بداو كيبدلوا حياتهم بداو كيبدلوا حياه الناس اللي حداهم كاين واحد التقدم كبير فريمون كاين واحد التقدم كبير داكشي تيخليك فرحان كتقول هادشي اللي كندير كيعطي ريزولتا واش هو اللي تيخليني نكمل في الفيديو اما علاش غادي ندير فيديو لان كيبان لي كاين الناس البارح ملي دويت على التغيير بزاف د الاخوان قال لك خويا السمو خلعتينا صراحه هبطينا بزاف د الناس تموتيفاو على حسب انت فين حطيتي راسك انت تيبان لك راسك ما تقدرش على التغيير فريمون غادي تحبط مي فريمون راه عندك الامل باش تربح وتنجح الا كان تيطرا التغيير لان خاص شي حاجه تغير باش انت تطلع ما يمكنش انت تطلع ولا ما طرا لا تغيير لا والو على حقاش الاي كوميرس هو جا واحد النتيجه ديال كتاخذ بلايص وحدين اخرين بلايص من اللي كتاخذ راه كتاخذ بلاص الناس اللي عندهم السوبر ماركت وبلاص لي مول وبلاص المحلات الكبار وليتي كتاخذها كل ما طراش التغيير هذا ما عمر كان ديال الاي كوميرس هذا واش اللي كيبان كيديروا الدراري حاليا هو الارقام اللي كيبانوا ما كانوش تيبانوا غادي تلقى باقي الارقام كاين عند لي مول وعند السوبر ماركت وعند اصحاب لي ستور الكبار والميزه اللي نقول لك انا فريمون كنشارك معاك انا ما كنقلبش على الموتيفي يكون نعطيك شي صوره مزيانه والحياه زوينه نعطيك الصراحه الصراحه هي اللي كاينه اما غادي نبقى الموتيفيك 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 غادي نخرج عليك كنقول لك الصراحه واحد السيد هو اللي كيعجبني فريمون كيعجبني واحد السيد اللي كيعجبني اللي هو تيم كروفر عجبك تقلب عليه قلب عليه السيد ما كيجامكش كيدو معاك بالسبان واحد جوج كيجيك من الاخر ثلاثه ماشي كيحطك ثلاثه كيقول لك اللي كاين تقول لك ها الحياه كي كاينه عندك تمشي تياق وتصداق وراه سميتو كنا في واحد ليفينمون اشنو دار تيم كروفر التيم كروفر هذا كنت في واحد ليفينمون في لاس فيغاس في امريكان جابوه هو السبيكر الاخراني بعد 3 ايام ولي سبيكر كيدوي جابوه هو الاخراني ويقول لينا واحد السؤال قال لينا الا طبقتوا هذا الشيء اللي قالوا لكم هاد السبيكرز كاملين شحال الامل انك تنجح واش كاين ماشي واش كاين امل واش مضمون انك تنجح وفريمون الناس قالوا واه يا عاس يا عاس مش الناس فرحانه اقول لهم هذا نقول لك واحد الصراحه حتى حاجه ما مضمونه ما كنضمنش انك تنجح واخا تطبق هذا الشيء اللي تقال كامل اللي هو جات عطالك ستة معاك من هنا ما كاينش شي حاجه كاع سميتها مضمون في هذه الحياه هادي واخا دير اللي درتي ماشي مضمون انك تنجح كتخدم لانك كتبغي داكشي اللي كدير وكتقاتل عليه يوميا وكتضرب يوميا باش توصل مضمون ما كاينش شي حاجه سميتها المضمون هاد الهضره قاصح ما عادش في الحياه هادي معنا الاخ ما كاين حتى شي حاجه مضمونه تجمع ديال الفلوس تتعيا سرطان واحد يصفي معاك يصيفطك في حالك حتى شي حاجه ما مضمونه حتى شي حاجه مي هادشي ما كيعنيش انك تمشي تنعس كيعني انك تمشي تعبد وتقاتل وتخدم تخدم في الدنيا وفي الاخره كنعرف واحد السيده خدامه في الامم المتحده في امريكان بالمناسبه هي عندهم كتساكن في ليكت في نيويورك هاد السيده هادي غادي تطيح الوالده ديالها هي مليونير غادي تطيح الوالده ديالها على راسها غادي تهرس لها الراس بشحال غادي دير الوالده ديالها لوبيراسيون باش ترجع كيف ما كانت
بعت لابارتمون ديالها في مانهاتن، راه معروفين هاد الثمنه في مانهاتن، ما كينزلوش على جوج المليار، ما كايناش شي حاجه، والناس اللي ساكنين تما راه عارفين. بعت لابارتمون ديالها اللي فيها ثلاثه البيوت بعتها ب 5 المليار، ومشات خلصت للوالده ديالها لوبيراسيون مليار. يعني على راه المغرب باقا فيها الرحمه في الثمنه في العقار، زعما تصدمت ملي كنت تما في امريكان داكشي سيرتو ديك مانهاتن نيويورك بزاف الثمنه فريمون كانوا كيصدموني يوميا. كنت كنشوف تسكن في واحد القفص ديال بيت واحد ستوديو بجوج المليار، كل ما كانوش عندها الفلوس كانت الوالده ديالها هادي تموت، ما كاينش شي حاجه مضمونه، ما تعرفش الضربه منين غادي تجي، كلشي كيتبدل. تكون خدام في شي شركه مثلا، الناس كانوا خدامين في شركات البلاستيك، شدات شركات البلاستيك، كلشي كيتبدل، ما عرفتش تعرف شنو اللي جاي، حتى واحد ما عرف شنو جاي. والقوه ديالك فريمون ما تبقاش تقلب على شي حاجه مضمونه، غتمشي تواجه الحياه، تعيش يوميا، تنشط يوميا، تخدم يوميا، تقاتل يوميا. ما تعرفش انا دابا كندوز هذا الفيديو هذا حتى يجي شي كام يوم اللي غادي نقز هذا البارير هذا كامل وغادي يجرنا، ما تعرفش شنو غادي يطرى. هادشي ما كيعنيش انك تمشي تنعس، بالعكس كتنوض يوميا، كتمشي كتخدم، كتقاتل، فهمتي، كتحاول تبدل راسك، ما تحاول تبدل شي واحد وما كتقاتل مع حتى شي واحد، كتحاول تبدل راسك يوميا باللي راك ممكن دير احسن، وباللي تكون عندك شي حاجه كتطمح ليها وباللي خاصك توصل ليها. يا اخوان واحد الحاجه باغي نعتذر عليها بزاف هي الارقام، كنت كنبارطاجي الارقام ديال الدراري اليامات اللي فات، كنعتذر، اخر مره كنت كنبارطاجي الارقام هي البارح، ما عمرنا غادي ندوب الارقام، وتا واحد ما صالح ندوب الارقام. المهم هو سير تقاتل وخدم فريمون، لان فريمون ملي كتشوف الارقام ديال شي واحد واصل كيحبطك. انا بعدا شخصيا ما بقيتش كنشارك ارقام، ما بقيتش كنقول كاع شحال اللي كندير لا شحال ما كنديرش. فواحد الفيديو 3 ايام هادي كنت الله ابلوديتها، شافوها تقريبا شي 20 الناس ومسحت، قلت بلاش فريمون الارقام ما عندهم باش يفيدوا، وسمحوا لي بس. اخر حاجه قبل ما نمشي، الاخوان اللي كيقول لك خويا سيمو ما تبقاش تقول لنا المايند سيت، عطينا الطريقه خويا. على حقيتاش انت ما قدرتيش تبدل المايند سيت ديالك، ما قدرتيش تلقى الطريقه، ما قدرتيش تبان لك الطريقه محطوطه 70000 بلاصه، المايند سيت ما كاينش حتى بلاصه. ولكن بما ان ما كاينش المايند سيت ما يجي يبان لك والو، غادي تبقى تجي تسولني فين هي الطريقه، بغينا الطريقه وبغيناش الهضره، وريونا كيفاش نديرو ايطاب بار ايطاب خويا. غنعاود لك عاوتاني، اسمعني مزيان، غنعاود لك عاوتاني واحد القضيه مزيان. جاوبني على السؤال الاول، شنو اللي باغي تعرف ليه الطريقه؟ باغي تعرف امازون ولا كيفاش تبيع في اي باي، ولا كيفاش دير ريسكين، ولا كيفاش تخدم ادسنس، ولا كيفاش كتسيتي في ادسنس، ولا كيفاش تخدم على شي سورس ديال الترافيك فيسبوك ادز، ولا شنو باغي تتعلم؟ جاوبني. اوكي جاوبتي شي جواب، كيفما حطيتي داك الجواب حطو سواء ادسنس سواء فيسبوك ادز سواء جوجل ادورد، اي حاجه حطها تما ملأ داك الفراغ. هذاك الفراغ خذو ودخل لواحد السيت سميتو يوديمي، غتكتب في ديك يوديمي الفوق غتكتب فيها داكشي اللي كتقلب عليه، غادي تدخل يوديمي غتلقى لي كور كاملين مشروحين ايطاب بار ايطاب فيديو، غتلقى دي فورماسيون فيهم 3 سوايع 4 سوايع 24 ساعه كيشرح لك الحاجه من الزر. وبغيتي فيسبوك غادي تولي اكسبير، غادي تولي. بغيتي امازون، انا شخصيا تعلمت في امازون تما اكثر ما تعلمت. انا شريت اميزينغ سيلينغ ماشين 5000 دولار هي باش بديت، ومن بعد خديت واحد الكور من تمايا حتى هويا فادني بزاف ونفعني بزاف. اي حاجه بغيتيها كاينه تمايا، الطريقه من الاول حتى الاخر، غادي يمشي معاك ايطاب بار ايطاب بالفيديو كيشرح لك ستيب باي ستيب.